حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده احنا هنقدم حلقة جميلة جدا 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 عن حيوان شرس بس جميل، انا بحبه. هو ملك الغابة، الاسد. الاسد احنا هنستخدم ممكن 3 الوان. البني، خلاص هنعمل بيه شعره، هنطلعه دلوقتي وهنبتدي زي ما بيقولوا كده نجهز الشعر بتاعه الجميل زي ما احنا شايفين كده بالرولر بتاعنا. خلاص، ايوه، برافو. وهنقوم جايبين العجلة. خلاص، انتم المفروض بقى دلوقتي الناس بقت متابعة الحلقات وبتعمل احلى شغل ومستنيينكم بقى تبعتولنا الحاجات الحلوة على الصفحة بتاعتنا، عشان فجأة كده تتفاجئوا بعد كل فيديو تلاقوا الحاجات الحلوة بتاعتكم موجودة ان شاء الله. بعد كده هنجيب السلكة وهنطلع الشعر ده ونركنه على جنب. خلاص، احنا كده عملنا شعر الاسد، بس هقول لكم هنقفله ازاي. احنا المفروض كده هنحطه على ظهره زي ما بنعمل في كل حاجه، ونتني الاحرف. اتني معايا، ايوه، اتني كده ونركنه على جنب لحد ما نشوف هنستخدمه امتى. طيب تعالوا معايا نجيب اللون الاصفر. اللون الاصفر ده اللي هنعمل بيه كل حاجه دلوقتي. نكوره، كور كده معايا، كور يعني انا اخليه شبه الكوره شويه. ايوه، برافو، يعني اهو مش وحش. اهم حاجه بس ما يبقاش فيه حاجه باينه ان هي مثلا ايه متقطعه او يعني مش معموله حلو، يعني كله لازم يبقى داخل في بعضيه كده. برافو. طيب احنا هنعمل نكوره تكويره تانية كده، ونبططه تبطيطه حلوه. ماشي، يلا بينا. هنعمل ايه في الاسد؟ الناس كلها بتخاف من الاسد. الاسد حيوان جميل، هو ملك الغابه وشخصيته قويه جدا، صوته جامد قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. اول حاجه هنعمل العينين اهو. اضغط معايا لحد ما ابتدينا نطلع الشكل بتاعه. بعد كده هنيجي هنا هنضغط برضو اهو بالمنظر ده، عشان انا هجيب له اللون الاسود وهحطه له هنا، وهنعمل تكويره حلوه كده وكبيره. يعني مش كمان هخليها لك صغيره، لا انا هخليها لك كبيره شويه. اللون الاسود اهو، مش هخليها كوره بقى، انا هخليها كاني عملت مثلث بالمنظر ده. باين اهو، مثلث. تعالوا نحطه له في الفراغ اللي احنا عملناه له ده. ماشي، ادي اول حاجه اهي. اضغط معايا بقى كده من تحت ومن فوق كده على خفيف، عشان الاسود ما يدخلش في الاصفر. لو للاسف دخل فيه هيبوظ اللون، هيبوظ. تعالوا نعمل الاسد بيضحك، احنا ما عندناش حد زعلان، كله هيضحك معانا، لازم نضحك. ايه، ادي الاسد بيضحك خلاص. وهنعمل الشنب بتاعه، نعمله على الميل كده. ادي واحد، ادي التاني، ادي التالت. ادي واحد، التاني، ادي التالت. خلاص، ده الشنب بتاع الاسد. ممكن نضغط من فوق شوية كده على خفيف، علشان هنحط ودان الاسد بتاعتنا، او ممكن من غير ما نحطها. هو لو قعدنا نضغط من فوق كده على خفيف اهو، انا هجيب بعد كده حته من الحتت البني اللي هي الزياده اللي احنا مش محتاجينها يعني. ايوه، كور لي تكويرتين صغننين كده بني وحطهم لي هنا، عشان يبان ان ده جزء من ودانه. خلاص، مع الابيض اللي هنعمل بيه يعني كورتين حلوين كده نعملهم. برافو حبيبي، نحطهم هنا ونحط التانية. تمام، ونقوم جايبين كورتين اسود عشان نعمل عينه. ادي واحدة، ادي التانية،
خلاص يمكن دي كبيرة شوية، معلش نصغرها. ماشي. بعد كده حبايبي هنقوم جايبين اللي احنا بنعمل بيها القلم عشان نعمل او اللي احنا بنرسم بيها، يعني هنعمل بيها الحواجب. وبعد كده يا حبايبي هنجيب السلاكة عشان طبعا الاسد بتاعنا ما يبصي. اطلع اطلع وارجع، اطلع وارجع، اطلع وارجع، بسرعة 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 بسرعة. كده يعتبر وش الاسد خلص معانا بالصلصال بتاعنا. هاتلي بقى الشعر اللي احنا كنا متفقين عليه. خلاص ده محتاج كمان يزيد شوية من هنا اهو، يزيد كده ويزيد كده، ونحاول ندخل كده الوش بتاع الاسد شوية عشان يدخل وسط الشعر بتاعه ويبان معانا الاسد بتاعنا اللي احنا عملناه في حلقتنا النهاردة، اللي اتمنى يكون عجبكم. حاجة بسيطة ولكن انا متأكد ان انتوا هتعملوا حاجات احسن بكتير، واتمنى يكون عجبكم. وعملناه بالصلصال اللي عندنا في البيت اللي ممكن يكون بيبوظ او مش بنعرف نستخدمه. احنا محتاجين نقعد مع بابا وماما عشان نعرف نلعب بالحاجة ازاي، وتابعوا معانا حلقاتنا عشان في حاجات ومفاجآت كتيرة في الفترة الجاية. واتمنى ان تكون عجبتكم حلقة النهاردة. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من صلصال العيلة. اتصوروا مع الشخصيات الحلوة بتاعتكم وبعتوها لنا على الصفحة بتاعتنا The Marionette on the Internet على الفيسبوك، واحنا هناخد الصور دي ونحطها في فيديو من البرامج اللي احنا هننزلها ان شاء الله في صلصال العيلة. ما تنسوش تكتبوا اساميكم. باي باي.